بيجو 3008، سيارة بدأت صناعتها عام 2008 وتطورت على مراحل كثير إلى 2022 مع الموديل الهجومي والعملي جدا والمدعم بجميع التكنولوجيا. الفرق ال 3008 في السابق كان عندها مشاكل كثير، تعاني من الاعتمادية، تعاني من المساحة الداخلية ومن التكنولوجيا. بيجو غيرت كل المفاهيم وقررت أنها تدخل بمنافسة من أوسع الأبواب. حطت جميع أنظمة الأمان، جميع أنظمة الترفيه، جميع أنظمة الفخامة والعملية والموثوقية ومحركات مميزة. خلونا نتعرف أكثر على السيارة الهجومية والعائلية الرحبة بيجو 3008. بيجو 3008 جي تي، واحدة من الطرازات الجديدة في السوق اللي بيجو تحاول ترجع تنافس فيها في السوق الأوروبي وأيضاً الأسواق العالمية. لكن المفارقة أنه بيجو غيرت من مفهومها اللي كنا نعرفه، هي الاعتمادية، هي فقط مهتمة بالاعتمادية. الآن لا، صار التكنولوجيا مع الاعتمادية كلها داخلة مع بعض، إضافة إلى التصاميم الجميلة الخارجية والتصاميم الداخلية، محاولة من بيجو أنها تثبت وجودها أنها هي كصانع فرنسي عريض وأنه يستحق مكانه من ضمن أفضل السيارات العائلية الخفيفة. 3008 جي تي يجي مختلف نوعا ما. من الأمام تجي بتصميم هجومي طابع الحاد ومصابيح فل LED وأيضا شبك من الكروم. من الخلف تجي بصممة الإضاءات بتصميم مخالب النمر المعروفة الشهيرة اللي مختصة فيها بيجو، محاولة لإضفاء الطابع الهجومي على هذه الفئة. لكن ما هو الموضوع أنه إحنا نبغى نسوي شيء هجومي رياضي وفقط، لا بالعكس، هي لا تزال سيارة عائلية شبابية خفيفة. لاحظ من الداخل تصميمها عصري جدا، كأننا قاعدين في مركبة سابقة لعصرها، من ناحية العدادات الإلكترونية، من ناحية العدادات الديجيتال، من ناحية الشاشة اللي فيها خصائص جدا كثير مثل أبل كار بلاي والأندرويد أوتو، أيضا ما بين تغيير الإضاءات الداخلية والكونكتيفيتي الثانية، تقدر تسوي أشياء كثير من خلال الشاشة، وسرعتها واستجابتها جدا عالية، وبنفس الوقت الإضاءة اللي تشع من الشاشة هي إضاءة معتدلة جدا بحيث أنها ما تأثر على العيون في الليل. إضافة إلى نظام السمع المطور من iFocal بعشر سماعات يعطي دقة ونقاوة في الصوت للي يحب يستمع للموسيقى بدقة عالية. لكن الأشياء الغريبة في التصميم الجديد لل 3008 جي تي اللي هو الدركسيون يجي تحت شوي بعيد عن العدادات بحيث أنه ما يأثر على القراءة، لكن يمكن الأول مرة اللي شخص اللي يسوق السيارة يمكن ما يرتاح، بس مع الوقت تتعود تحس أنه أأمن وأفضل طريقة القيادة بهذا الشكل. إضافة للتصميم الجميل والمميز للمقاعد أيضا فيها تدليك للسائق بخمس وضعيات، وهذه من الإضافات الجميلة جدا في السيارات العائلية الخفيفة. أما بالنسبة للمحرك فهي متوفر المحرك توربو 1.6 يولد 165 حصان و 240 نيوتن متر. السيارة تمتلك تسارع جدا مقبول واستجابة جدا ممتازة، نظرا لي في تأخير شوي دائما في سيارات التوربو، إلى أنه 3008 جي تي محركها يعتبر جيد جدا من ناحية التأخير في استجابة التوربو. أما بالنسبة لأنظمة الأمان، إضافة إلى جميع الوسائد الأمامية والجانبية متوفر فيها أنظمة منع التصادم، رادار أمامي، الخروج من المسار، كل الأنظمة هذه متوفرة في 3800 جي تي وبسعر جدا منافس. باختصار البيجو 3008 جي تي هي سيارة مناسبة وملائمة لجميع العوائل وأيضا للشباب، مستويات مميزة جدا في توفير الوقود ومستويات عالية جدا في التكنولوجيا والراحة.